طيب هنروح من عند نورهان مباشرة إلى زميلتنا روزان نصر من النادي الأهلي في الجزيرة عشان نعرف آخر الأخبار فيما يخص كل الألعاب بقى عبد الرحمن، مش كرة القدم بس ولكن كل الألعاب، وماذا حدث اليوم في النادي الأهلي في الجزيرة. روزان ازيك؟ برحب بيك كابتن اسلام، برحب بيك عبد الرحمن، برحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الاهلي فرع الجزيره، متواجده طبعا مع حضراتكم لنقل اخر الاخبار والمستجدات طبعا سواء لكره القدم او ايضا كمان في الالعاب الاخرى. وهنبدا كالعاده بكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر، وللنهارده طبعا بعد الراحه السلبيه من التدريبات الجماعيه هيستأنفوا بقى الفريق غدا على ملعب مختار التتش مساء التدريبات طبعا استعدادا لمواجهه سيمبا التنزاني يوم الجمعه المقبل في مباراه العوده، واللي طبعا كلنا شاهدنا مباراه الذهاب واكيد يعني عارفين طبعا انها انتهت لفوز النادي الاهلي بهدف نظيف. طبعا ان شاء الله مباراه يوم الجمعه هتكون مباراه قويه وصعبه، ولكن يعني كلنا ثقه في لاعبتنا. والحقيقه يعني كده حاولت اخد راي بعض الاعضاء هنا المتواجدين في الفرع، والحقيقه كلهم كمان تفاؤل وامل وشايفين ان هي مباراه يعني بكل سهوله ان شاء الله هتنتهي بفوز النادي الأهلي. لا بيرد عليهم يا روزان، يا روزان ويتأهلوا للنصف، يا روزان لو حد قال لك بكل سهوله. اتفضل يا كابتن، خليني اكملك بس، لو حد قال لك بكل سهوله قولي له لا، الماتش صعب جدا وصدقوني الماتش صعب جدا جدا جدا. انت قولي لهم هذا الكلام وقولي لهم ده بالنيابه عن الكابتن اسلام كمان. بالفعل يا كابتن، طبعا احنا عارفين طبعا لان احنا عارفين بشكل فني اكتر ان هي مباراه قويه وصعبه، ولكن الاعضاء اكيد يعني فرحتهم والنادي الاهلي متعودين اكيد ان هو دايما بيفرحهم، فطبعا في يعني ثقه وامل كبير جدا كالعاده في الفريق. نروح بقى يعني لفريق اليد رجال واللي بداوا طبعا برانهم اليوم الساعه 9:30 مساء على صاله الامير عبد الله الفيصل استعدادا لمباراه الزمالك في بطوله الدوري، واللي هيكون طبعا يوم الثلاثاء القادم الساعه 10 مساء في العاصمه الاداريه. مباراه طبعا مهمه جدا وصعبه جدا الحقيقه، ولكن كلنا عارفين ان اليد رجال طبعا في صداره الدوري وان شاء الله يقدروا يواصلوا هذه الصداره ويفوزوا على نادي الزمالك. فريق بقى اليد سيدات كمان النهارده كانوا بيتمرنوا الساعه 7:30 نصف مساء على صاله ايضا الامير عبد الله الفيصل هنا بالجزيره، وده بقى استعدادا لبطوله السوبر الافريقي وكاس الكؤوس الافريقيه. وكمان لذكر طبعا فريق اليد سيدات نجح مؤخرا بالتتويج ببطوله الدوري وكاس مصر. فريق بقى السله رجال واللي منذ قليل كانوا بيلعبوا مباراه امام فريق طلائع الجيش على صاله طلائع الجيش في دور الثمانيه من بطوله كاس مصر، وانتهت بفوز سله رجال الاهلي بنتيجه 91-47 وتاهلوا طبعا لنصف نهائي بطوله كاس مصر. طبعا بقى وسله سيدات النهارده كانوا راحه سلبيه من التدريبات وهيستأنفوا تدريباتهم الساعه 8:30 على صاله الشهداء بالجزيره استعدادا لدور الثمانيه من بطوله دوري السوبر غدا. نروح بقى لفريق طائرة رجال عندهم بكرة ميران الساعة 11:30 مساء على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لنهائي الدوري أمام نادي الزمالك يوم 3/4 5/4 و7/4 طبعا لو في مباراة فاصلة، ولكن إن شاء الله يقدروا يحسموا طبعا الفوز في أول مباراتين وما يتطرقوش لجيم 3 أو المباراة الفاصلة. واخيرا بقى طائره سيدات بيتمرنوا حاليا على صاله الدكتور حسن مصطفى استعدادا لنهائي الدوري امام نادي الزمالك، واللي هيكون يوم 2/4 و6 طبعا لو في مباراه فاصله، وان شاء الله كمان يقدروا يحسموا الفوز وما يتطرقوش ايضا للمباراه الثالثه او جيم 3. وطبعا بقى فريق طائره يعني رجال وسيدات قد نجحوا طبعا مؤخرا بالتتويج في بطوله السوبر المصري على حساب نادي الزمالك، وطبعا كلنا عارفين انه كل الألعاب ماشية بشكل جيد جدا إن شاء الله، كل التوفيق طبعا في جميع الألعاب فيما هو قادم. وطبعا دي كانت أهم وأبرز الأخبار اللي معايا النهاردة من النادي الأهلي فرع الجزيرة. بشكركم، كل سنة وانتم طيبين، وعودة ليكم مرة تانية. شكرا زميلتنا روزان نصر طبعا من نادي الأهلي فرع من القرار الرئيسي في الجزيرة.